السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي brothers and sisters. مش عارف دي هتبقى المقدمة بعد كده ولا إيه. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبأمان في هذه الظروف العجيبة، ويا رب رمضان بتاعكم يبقى حلو جدا. قولوا لي كده، انتوا مقضيين رمضان إزاي وبتعملوا فيه إيه ورمضان في البيت عامل إزاي بالنسبة لكم؟ يعني أنا عارف إن في شوية شباب بيحبوا يبقوا أئمة ويمسكوا المصحف ويقروا منه، أو يبقوا ما شاء الله حافظينه بتاع. أنا شخصيا بحب جدا أبقى إمام يعني، فالحوار ده كان حلو ليا يعني. ربنا برضو كان كرمني، وكنت المسجد اللي بنزل أصلي فيه هنا ما كانش فيه ناس كتير بتنزل تصلي، فكنت بصلي إمام، مش عشان أنا جامد، بس عشان يعني ما كانش فيه حد تقريبا يعرف تجويد يعني. بس موضوع ان انا ام في رمضان بناس كتير، انا مش حافظ كتير يعني، فبمسك مصحف. فمراتي بقى هي الفيكتم بقى في الحوار ده، هي اللي مضطرة تصلي ورايا في الموضوع ده. بس يعني انا مبسوط الحمد لله، يعني عايز اواظب كده على الصلاة كل يوم. عايز، يمكن اللي فيكو سمع الحلقة بتاعت الشيخ احمد عبد المنعم، فهو كان بيقول يعني انه رمضان، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن قام رمضان دي هو قال فيها انه اللي صلى كل الايام، صلى قيام كل الايام. فان شاء الله ده هدفي جدا السنه دي، ويعني ربنا يقدرنا على ده باذن الله. حابب اعرف انتوا الدنيا عندكم ماشيه ازاي، لو كل واحد كده يقول لي رمضان بتاعه ماشي ازاي. انا بقرا الكومنتس كلها طبعا يعني. فبس دلوقتي ان شاء الله بجهز لبودكاست مع شخص اسمه كريس عبد الرحمن بلوفالت او بلوفالت حاجه كده. فكريس هو الفاوندر والسي او بتاع لونش جود، ده بلاتفورم بتاع كراود فوندنج زي كيك ستارتر وكده، بس المفروض ان هو معمول لمسلمين. طبعا هيبقى لقاء بالانجليزي، ودي حاجه انا يعني ايه بترب منها شويه مع الناس، اللي هو هل هيتقبلوا دوت ولا لا او كده. بس في نفس الوقت انا الهدف بتاعي ان انا استضيف ناس كتير مؤثره، وده يعتبر من الناس المؤثره جدا في العالم الاسلامي، لانه عامل حاجه ناجحه فعلا، وعامل حاجه فعلا يعني يفتخر بيها، وجودتها عالية وبتنافس البلاتفورمز التانية وكده. وهو أصلا ما كانش مسلم وأسلم، ف يعني it's interesting نحنا نشوف واحد عاش التجربتين، واحد عاش التجربة الأمريكية البحتة إنه أبيض، ودلوقتي بقى مسلم. هل الناس بتعامله زي ما كانت بتعامله؟ هل عنده advantages عشان هو أمريكاني مسلم، ولا الدنيا ماشية إزاي؟ وعلى حد علمي مفيش ناس كتير اصلا في مصر عارفة لونش جود. يعني ممكن الناس بدأت تعرف كيك ستارتر والحوارات دي، بس لونش جود والحوارات دي ما بقوش عارفينها قوي يعني، او ما يعرفوهاش. فبس فانا مش عايز افرمل نفسي بان انا اما الاقي حد جامد عايز استضيفه اقف عشان هو مثلا اجنبي. عايز ادوس، وفي ناس منكم طبعا زي مثلا فايز وكده، في شوية شباب منكم بيدوس جامد في الترجمة دي، فيلا بينا ندوس يعني في الموضوع ده مع بعض يعني. يلا نبتدي في الكيو ان اي. الاسئله مش كتير خالص المره دي، مش عارف ليه يعني. اول سؤال ميار بتقول موضوع تعدد الاهتمامات، الفكره بتوترني جدا، زائد ان الشخص بيوصل لمرحله انه يحس انه مش بيقدم قيمه ومش بيكون جامد في حاجه معينه. حاب اعرف رأي حضرتي. اوكي، الحوار ده يعني بيجي على بالي كتير جدا طبعا، حوار تعدد الاهتمامات دوت. وبشوف في الاخر ان هي ما فيهاش مشكله يعني. انا بتهيالي برضو اتكلمت في الموضوع ده كذا مره يعني، بتهيالي ما فيهاش مشكله خالص يعني. تعدد الاهتمامات لو هو يعني ممكن يبقى جاي من جوايا، وممكن يبقى جاي من ان انا بشوف مثلا حاجات على السوشيال ميديا كتير،
بتحسسني ان انا ممكن اعمل دوت. يعني انا مثلا بتفرج على فيديوهات بتاعت دريفتنج مثلا عربيات وبتاع، بحس ان انا طب انا ممكن اعمل عربيتي كده واظبطها ومش عارف ايه، وبعد كده اتفرج على فيديوهات طبخ فحس ان انا ممكن ابقى كده. وفي الاخر الواحد ما بيبقاش عارف الرغبات اللي عنده دي حقيقية ولا مجرد ان هو شايف حاجة وحاسس ان هو عايز يعمل زيها وخلاص. يمكن نتيجة ان هو مثلا عنده وقت فاضي كتير، يعني الواحد لما بيبقى مسحول وكده ما بيبقاش فارق معاه قوي العوامل الخارجية او الكلام اللي جاي له من بره، هو بيبقى مركز ودايس وخلاص. فيمكن ده عامل، يعني عامل اللي هو الوقت الفاضي. العامل التاني نحدد الاهتمامات دي بتاعتي ولا لا، عن طريق مثلا ان انا اقطع او اقلل جدا الانبوتس مثلا. الحاجة التالتة لو انا عندي كذا اهتمام فمفيش مشكلة، حاجة كويسة جدا. برضو على حسب المرحلة السنية اللي الواحد فيها، يعني لو انا لسه صغير مثلا ممكن ادوس في اي حاجة انا عايزها، كده كده انا مش فارق معايا ان اللي انا بعمله ده يبقى بيجيب فلوس، فممكن اجرب كذا حاجة لحد لما الاقي نفسي. لو انا كبير شوية ومضطر اجيب فلوس فغالبا هعمل الحاجة اللي بتجيب لي فلوس، وعلى جنب اعمل الحاجات التانية اللي انا حاسس ان هي ايه ممكن اكون بحبها، ممكن تجيب لي فلوس مستقبلا، واجرب واحدة واحدة لحد لما يمكن واحدة فيهم تلمع بقى مثلا ونط فيها. ففي العموم مفيش مشكلة، بس ايه الواحد ما يبقاش مش فكرة بيضحك على نفسه، بس ما يبقاش عقله بيخدعه انه انا عايز اعمل حاجات كتير قوي ومحتار اختار بينهم فمش هعمل اي حاجة خالص. لان دي حاجة، يعني دي فيز الواحد ممكن يمر بيها، ان هو يجيله شلل تام نتيجة ان هو ده انا اصلا انا عبقري ومحدش مقدرني وممكن اعمل مليون حاجة بس انا مش عايز، عشان كده كده لو عملت محدش هيقدر. لا مش يعني انا بقول كده برضو من تجربة يعني. فما عنديش مشكلة مع ما فيش اصلا مشكلة ان الواحد كل كام سنة يدوس في حاجة، وده بجد يعني، وده اللي هيجي بقى ايه. يعني لو جيت مثلا قلت لك دلوقتي اختاري حاجة واحدة بس تدوسي فيها، ده مبدئيا يعني هيخليكي يعني هيشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة، وهيخليكي بجد تركزي في الحاجة اللي انت بجد عايزة تعمليها. دي نقطة. والنقطة التانية يعني هو الهدف دايما ان انا او الخوف قصدي بيبقى جاي من انه انا لو دوست في دي ممكن الحاجات التانية ما الحقش اعملها، او كان لو كنت عملت كذا كان هيبقى احسن لي. الفكرة ان في دايما في وقت، دايما في وقت ان انا اعمل كل حاجة فعليا يعني، والرغبات اللي عندي مش كلها اصلا حتى لو اتحطت قدامي هعملها. وكل ما تكبري شوية في السن، انا متخيل برضو ان يمكن تكوني صغيرة شوية، انا معرفش ليه يعني بس حسيت كده من السؤال. وكل ما تكبري شوية هتلاقي انه ايه، لا لسه في وقت عادي. يعني لو كل الرغبات اللي عندي او كل الحاجات الاهتمامات اللي عندي خدت كل واحدة فيهم سنتين عشان اعملها واجيب اخرها واشوف انا حاببها ولا لا، هيفضل لسه مثلا في العمر مثلا 30 سنة ولا حاجة. اوكي سؤال تاني. انا شخص دبش الى حد ما، وانا كمان، وفي نفس الوقت مش شاطرة خالص في المواجهة والتحاور، ولما بدأت التزم بدأت احس ان علي مسؤولية اني هحتاج اتصادم مع البنات اللي بتعامل معاهم لما اشوف حاجة غلط، فهل الصح اني اسكت ولا اني اكرههم في حياتهم؟ بخاف اسكت لما احس اني ضعيفة. مش يعني ليه الاتنين اوبشنز دول بس؟ يعني يا اما اسكت يا اما كفر الناس اللي ليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده خالص. النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب جدا وكان حنين، وكان المواقف اللي مثلا اللي احنا هنتعامل فيها بعنف جدا معاهم مع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب جدا. يعني الاعرابي اللي دخل مسكه من الجلابيه صلى الله عليه وسلم وقال له اعطيني من مال الله، او ان الفلوس دي مش بتاعتك او كده، يعني منطقي جدا. حتى سيدنا عمر طلع السيف او يعني كان مستعد ان هو يقتله. فالحاجة المنطقية اللي احنا بنندفع فيها كبشر النبي صلى الله عليه وسلم كان هين فيها جدا.
لما سيدنا زيد سيدنا زيد كان غلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان كان بيشتغل عنده يعني. فسيدنا زيد راح النبي صلى الله عليه وسلم بعته عشان يجيب حاجة، فراح هو كان صغير، فراح لقى أطفال بيلعبوا فقعد يلعب معاهم ونسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع يشوف هو فين، فلقى بيلعب، فما نهروش ولا حاجة ولا ضايقه، لا راح وشكس وكده ويعني ولعب معاه وبتاع، ويعني وعكس بالظبط اللي احنا متخيلينه. فليه يا اما اسكت يا اما ابقى دبش؟ الحوار بتاع دبش ومش دبش ده، دي حاجة شخصية اعتقد جاية نتيجة مثلا تربية، جاية نتيجة انه انتي مقتنعة ان هي دي الطريقة الوحيدة، او يمكن حد بيتعامل معايا كده مثلا من وانا صغير، فانا شايف ان مفيش غير الطريقة دي اللي بتجيب نتيجة. فدي محتاجة بقى ايه؟ تمرين بقى، ومحتاجة ان انا اغير من نفسي. عشان ده العامل الرئيسي في الحوار، انه النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة دي بتفرق معايا جدا، لم يغضب لنفسه قط. يعني ايه؟ يعني لو شاف حد مثلا يعني واحدة مش محجبة مثلا، مش هيتعصب لنفسه، هيزعل عشان الشخص ده، وهيبقى متضايق علشان الشخص دوت كان ممكن يبقى أحسن، وكان ممكن يبقى متصل بربنا أحسن وبيقيم الفرائض أحسن. فلما تلاقي إن الموضوع ماشي بالطريقة دي، وتلاقي إن أنت موقف حصل قدامك، أو مثلا قلت لهم يلا نصلي فمجوش، أنا ممكن أختار اختيار إن هما مجوش عشان ما سمعوش كلامي فتعصب عشان أنا كلامي ما تسمعش، أو إن هما ما رحوش يصلوا علشان ما استجابوش لربنا سبحانه وتعالى. فلو بصيت على الموضوع من الناحية الأولانية، هخش فيهم شمال وهتعصب عليهم، لأن أنا بدافع عن نفسي وعايز حقي أنا الشخصي اللي اتهدر، وإن هم قللوا مني. الجانب التاني إنه لو أنا اتعاملت معاهم إنه سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بحاجة، والحاجة دي هي اللي هتحيينا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، مش فاكر الآية بالظبط، بس كان فيها كلمة إنه يعني استجيبوا للرسول، يعني لما يأمركم بما يحييكم، يعني اللي هو الصلاة فيها حياة، الدين فيه حياة. إن أنتوا لو أنتوا فاكرين إنه البعد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى فيها حياة وفيها متعة مثلا، وان ده هيعطلكوا عن المتعة دي، فلازم تعرفوا ان دي اختبارات، وان ده لعب، وان ده لهو، وان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يمد للانسان في ويخليه يستمر في ان هو حاسس ان هو كويس وتمام وزي الفل، عشان هو ما اختارش ان هو يستوعب ان ربنا امره بكذا وكذا وكذا. فلما اخدها من منطلق انه انا بس بوصل لكم اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله، مش عشان تسمعوا كلامي انا، عشان تسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى، وانا ابقى مستحضر انه لست عليهم بمسيطر، انا مش مسؤول خالص، يعني انا مش هتحكم فيكم، وليس عليك الا البلاغ، انا بس ببلغ. ده هيخليني انا ما بقاش متضايق لنفسي، هبقى زعلان ان اصحابي ربنا ان هم ما استجابوش مثلا ربنا، بس انا مش هبقى ايه يا جدعان انا قلت لكم 100 مره مش عارف ايه، يا ابني انا مش عارف ايه. سبحان الله، يعني في كذا حد برضو انا مريت معاهم بالموضوع ده، وكنت ببقى زعلان جدا وبتخانق جدا وبتاع، ولما استوعبت انه مهما كان الشخص ده قريب مني ومهما انا كنت زعلان عليه، مش هقدر اتحكم فيه وفي مصيره، وفي ان انا سبحان الله، وفي ان انا يعني همسكه من ايده يعني واجيبه خلاص، اللي هو ربنا قال لك تصلي لازم تصلي بالعافيه. اول ما بدات خلاص استسلم لده واعمل اللي عليا وخلاص، ابلغ وخلاص، سبحان الله ربنا استجاب الدعاء وهداه سبحان الله. فما هواش يا كده يا كده، يعني تمرين اعتقد. يعني ايه تاني؟ بسم الله. اوكي، في سؤال طويل شويه. انت كنت عايز انا اقول اسمك. اوكي. من اول ما قررت التزم بحس اني زي البندول، بطلع جدا وانزل جدا. اوكي، انا عارف الايمان بيزيد وينقص، لكن ده خارج النقصان المسموح تماما. اوكي. الموضوع متكرر كانها فيزز بتسلم بعض. اللي بياكد لي انه في مشكله ان الفيز الايمان عالي تقريبا ما بتقدمش خالص عن اول مره قررت التزم.
ان ايه، ان في الفيز الايمان العالي ما بتقدم. اوكي، كل مرة ببدأ من الصفر او تحته وما بروحش الحتة جديدة او عالية. اوكي، على عكس فيز النقص بتبقى ابعد واسوأ من قبل الالتزام. الحاجة اللي بحمد ربنا عليها اني ما استسلمتش رغم ان الموضوع مستمر بقال 4 سنين مثلا، وكان مر وكل مرة بحاول امسك في الفيز بتاعت الايمان بامل قوي ومش منطقي قوي. عايز اعرف كان عندك حاجة مشابهة او تصور لحل عملي. انا مسألت الشيخ مثلا لاني بصراحة مش عايزة اسمع وعظ، انا عايزة تكنيك او كيوردز حقيقية تساعدني اطلع من الدايرة المغلقة دي. اوكي، طيب اللي انا فاهمه ان انتي بتمري بفيزز، ان انتي بتروحي الاكستريم مثلا وبتلاقي نفسك في ايمان حلو جدا والدنيا تمام وبتاع، وبعدين بتروحي للاسوأ والاسوأ كل مرة بيبقى اسوأ من قبل كده، ولما بترجعي تاني للايمان او اليمين او ايا كان اسمه ايه ما بيبقاش زي حتى المرة اللي قبل كده. طبعا يعني لازم الواحد يبقى عارف specifics للكلام ده، يعني انا مش عارف ايه القصة بالظبط، يعني انا مش عارف ايه التعريف بتاع الايمان بالنسبة لك، ايه اليمين بالنسبة لك. يعني مثلا هل مثلا بتصلي ولما بترجعي تاني بتصلي اقل مثلا، ولا يعني محافظة على الفروض مثلا، يعني الدنيا ماشية ازاي، الوحش ده وحش عبارة عن ايه. يعني انت بتقولي عايزة تكنيكس، فهل في مثلا هابتس عايزة تسيبيها، هل في صحاب عايزة يعني مش عارف الدنيا ماشية ازاي. فاعتقد كل حاجة ليها بريك داون، كل حاجة ليها طريقة يتبصلها بيها. المشكلة العامة بتاعت ان احنا نروح يمين وشمال وكده، كلنا بنمر بده، مفيش شك ان كلنا بنمر بده. لو في حاجات عامة، لان برضو زي ما قلت السؤال ما هوش محدد قوي، مفيش حاجات معينة، انه يجوز لما بروح للحتة اليمين دي بتغاشم شويتين على نفسي، وبحس ان انا ما عدتش قادر اكمل عشان بأوفر على نفسي جدا. فيمكن في شوية حاجات بيسكس لازم استمر عليها، اللي هو مثلا ربنا سبحانه وتعالى امرني بايه اصلا عشان اقيم الدين بتاعي، ان هو ان انا اصلي واصوم وايتاء الزكاة والحاجات الاساسية دي. فهل انا بعملها؟ هل انا بصلي صلواتي وفروضي تمام كويس؟ فان شاء الله الدنيا ما هيش وحشة قوي زي ما انا فاكر. تمام، برضو احنا احيانا ممكن نحسس نفسنا ان احنا اوحش بكتير من اللي احنا عليه، فده يحبطنا اكتر بكتير، ودي لعبة شيطان وش، يعني دي لعبة شيطان وش. ففي بيسكس كده ما اقعش عنها مهما حصل. تمام، الحاجة الحلوة جدا برضو انه في حاجات بتحفظني، يعني مثلا قيام الليل ممكن يحفظ الواحد جدا، ان انا صلي سنن، السنن دي بتحفظ الواحد من ان هو يضيع فروض، لان انا خلاص الخط بتاعي بدل ما هو كان هنا انا عليته، فلما اجي اقع هينزل تاني للايه، اقل حاجة فيها ان انا اصلي الفروض بتاعتي. ففي حاجات زي ما قلتلك التعريف بتاعك ممكن يكون مخرجك عن الاطار الصحي بتاع ان انا اكون واحد متدين وكويس. ممكن يكون انت مقفورة جدا لدرجة انه مهما عملتي برضو هتبقي محبطة، ودايما هتحسي انك وحشة، ودايما مش عارف ايه. فدول نقطتين مهمين. فانا شايف انه انت تحاولي تبني هابتس حلوة بالراحة جدا، انه مثلا لو انا مش بصلي فخلاص لازم اصلي الخمس فروض، مفيش يعني دي انا هشتغل عليها لمدة مثلا الست شهور الجايين، ان انا هصلي في وقته، مش هشغل بالي بقى بحاجة تانية، انا بصلي بوقته، هو ده الميشن بتاعي، مش حاجة قليلة خالص. زبطت ده، ممكن مثلا ادخل سنن، ممكن ادخل ورد يومي مثلا، صفحة قرآن هتحفظ الواحد جدا، هتحفظك جدا جدا فوق ما تتخيلي. ممكن ادخل ركعتين قيام ليل، ممكن ابقى ازود، يعني خدي زي ما انت استخدمتي كلمة فيزز، ممكن استخدم حياتي عبارة عن فيزز،
كنت عملت بودكاست مع احمد عامر، ما اعرفش شفتيه ولا لا، كان بيتكلم فيه عن انه رمضان فرصه حلوه جدا ان الواحد يبني فيها عادات، وبناء العادات ده ممكن يكون كل رمضان بركز على عاده واحده بس، فلما يعدي عليا 10 رمضانات انا، وهيعدوا ان شاء الله يعني اسرع ما احنا متخيلين. يعني انا كنت بفكر امبارح انا عدى عليا كام رمضان وانا بالغ، فممكن يبقى مثلا مش عارف يعني مثلا على الاقل مثلا 18 رمضان ولا 20 رمضان. فلو كنت ركزت مثلا في مثلا في السبع ثمان سنين اللي فاتوا بعقلية ان انا هغير حاجة واحدة كل رمضان، يعني باي ناو هبقى انسان مختلف خالص. يعني لو انا كنت مثلا مركز ان انا في رمضان الجاي مثلا هحفظ مثلا جزء كل رمضان، هحفظ جزء مثلا يعني، فكنت هبقى حافظ 8 اجزاء دلوقتي. لو انا مركز ان انا بعد رمضان هفضل مواظب على صلاة القيام مثلا يعني، فخلاص انا كده بقيت بقيم الليل كل يوم بعد رمضان. لو مواظب ان انا بعد رمضان كل يوم هقرا جزء مثلا يعني، حاجة واحدة بس، حاجة literally حاجة واحدة بس، الحاجة دي خلاص بقت معايا، مش هسيبها، بتديني حسنات وبتحفظني من ان انا ارجع ورا. اوكي، الجانب التاني بتاع الباد هابتس او اي كان الشق التاني ده، انا شايف ان كل ما نمينا في الجانب اللي على اليمين دوت بالهابتس القليلة دي ده هيصعب عليا اصلا ان انا اسيب الحتة دي، ولما اروح هرجع بسرعة جدا. وطبعا لازم نفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى قريب، وانه هو بيحب يتوب علينا، وانه هو خلقنا علشان هو سبحانه وتعالى هو خلقنا، وهو اللي حط فينا الصفات اللي فينا دي، وهو سبحانه وتعالى عارف ان احنا بنذنب، ولو مش هنعمل كده هيبدلنا ويجيب ناس تانية كويس، عشان هو سبحانه وتعالى خلقنا عشان العلاقة دي تكون موجودة، عشان اغلط وارجع له تاني. اوكي، لازم افتكر برضو انه انا ما اجي اتوب بتوب وانا في دماغي ان انا مش هرجع تاني ان شاء الله كويس. فدي برضو حاجة مهمة جدا، زي ما قلنا حاجات بوزيتيف لازم نقول شوية حاجات برضو تسند شوية. لو انا بعمل حاجة غلط استغفر وانا عارف ان انا مش هرجع تاني، ما فيش كلام يعني، نفسنا بنحاول ننقذ نفسنا، فهنمشي الدنيا نص نص كده. بس كان نفسي اجاوب اجابة سبيسيفيك اكتر الصراحة، بس يعني دي المعلومات اللي عندي. محمود الجندي، ازيك يا معلم عامل ايه؟ ابو زياد يا رب تكون بخير وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا صديقي. بيقول ما عنديش اسئله المره دي، خليني اقترح عليك كام ضيف للموسم الجديد. ابو بكر ادريس من افضل الناس على اليوتيوب اللي بيتكلم عن الدراسه في الخارج. اوكي، هشوفه ان شاء الله. عايز استضيف غيث بتاع برنامج قلبي اطمئن. اوكي، ممكن تضيف عبيد فوكس. فكرت في الموضوع ده، يبقى صايع جدا اللقاء ده. عارف ان فرق السن مش مناسب بس بصراحة الشاب. اوكي، عاش، ده قشطة. انا بقيت بعرف اتعامل مع يعني بعرف اتعامل مع السن ده كويس يعني. كان نفسي يبقى فيه اسئلة اكتر من كده الصراحة، بس ان شاء الله ايه المرة الجاية يعني. ودعواتكم كده ان ربنا يعني يتمم البودكاست اللي انا عمله ده على خير. طبعا انتوا هتشوفوا غالبا Q&A ده بعد الحلقة، بس يعني ادعوا لي كده ربنا يوفقني عامة يعني ان شاء الله. وبفكركم جدا عامة بالدعاء، بفكركم بالدعاء. رمضان وقت لازم ندعي فيه جدا، وفي فرص كتير قوي ندعي فيها. ولما تيجي تفطر انت ليك دعوة لا ترد ان شاء الله. وكنت بتكلم مع مراتي من كام يوم عن الدعاء وكده، وسبحان الله في كلمة فرقت معايا جدا استوعبتها، يعني انه ربما يكون استجابة الدعاء، لو انا دعيت ربنا واستجاب لي الدعاء، بمعنى استجاب لي ان هو حقق لي اللي انا عايزه، ربما دي تكون اقل ميزة في او اقل مكسب نكسبه من الدعاء. يعني انت ممكن اصلا تكون الدعاء نفسه يوطد علاقتك بربنا،
يأكد لك انه مفيش حاجة بتحصل غير بربنا سبحانه وتعالى. كان في آية في القرآن مش فاكرها بالظبط، بس فيما معناها انه المسلمين كانوا خايفين في حرب، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ان هم يألمون كما تألمون، يعني هم في نفس حالتكم بالظبط، لو انتوا خايفين هم خايفين، لو انتوا بتتوجعوا هم بيتوجعوا، لو انتوا حالتكم عددكم مش عارف، يعني انتوا كلكم زي بعض، بس الفرق ان هم ما بيرجوش اللي انتوا بترجوه، هم ما بيطلبوش اللي انتوا بتطلبوه، هم ما بيتواصلوش مع ربنا، ما بيطلبوش من ربنا ده النصر يعني. فده اكد لي انه يعني سبحان الله ما فيش بيننا وبين اللي احنا عايزينه غير ان احنا نسأل ربنا سبحانه وتعالى عليه، ولو ادهولنا يمكن يكون زي ما قلت، يعني يمكن ربنا يستجيب لك على طول، فتحرم اصلا من ان انت يعني تدعي كتير. ما هو انت لما بتدعي كتير ده ربنا يعني ده كرم من ربنا ان هو اصلا بيخليك تدعي كتير جدا، تقعد تدعي مثلا شهرين عشان ربنا يجيب لك بلاي ستيشن مثلا، وما دي كل دي حسنات، يمكن لو جابولك على طول ما تنسى بقى خلاص ما تدعيش بقى تاني. فمعرفش يعني، خطيرة كده في السريع، بما اننا في رمضان وانا ما بعملش فيديوهات يعني، فبس كده سريعا جدا. لو انتوا عايزين تتفرجوا على حاجة في رمضان كويسة، شريف علي ومحمد جعباص عاملين برامج قوية جدا ومجهودات حلوة جدا، ان شاء الله هحط لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن يعني. بس كده، أشوفكم إن شاء الله في الـ Q&A القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.